اليوم موعد مع الإلهام والنجاح والكفاح. لنا اليوم موعد مع الدكتور محمد الشيطاني. أهلا وسهلا دكتور محمد. أهلا وسهلا دكتور محمد. بحب أبدأ حلقتنا اليوم بتعبير عن سعادتي لوجودك معنا اليوم في الحلقة. نعم دواعي صورة. تسلم يا ربي. شرفت. تسلم يا ربي. أنا متأكدة من فضول مشاهدينا في التعرف أكثر على شخصية الدكتور محمد والتعرف على قصة الكفاح والإلهام الموجودة فيها. يعني أكيد كطموح أي شاب كان عنده طموح يتسلق سلم النجاح ويعمل بجد ونشاط. بدأت حياتي في دولة الإمارات العربية كطالب وعامل في مهنة بسيطة يعني. وتابعت دراستي الدراسة الجامعية وأنهيت الدراسة الجامعية والحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى قدرت أخذ الماجستير والدكتوراه بالعلوم الإدارية والاقتصادية. وكانت وقتها بداية المجموعة اللي أسستها؟ لا أكيد لا، كنت أنا موظف ومن بعدها تأسيس مجموعة إذا بالفترة الأخيرة يعني من السنوات يعني. خبرنا أكثر دكتور عن تأسيس المجموعة. نحن شركة ارتكاز، هي شركة تعنى بخدمات وإدارة المشاريع اللي هي فيها تعطي الخدمات الاستشارية الإدارية والمالية. هل هذه هي الخدمات الموجودة في المجموعة أو هناك خدمات أخرى؟ ارتكاز هي بتدير مشاريع يعني من ضمن الشركات اللي نحن منديرها هي شركات أنا شركة تنسيق لخدمات الأفراح. هي في مركزها في أبوظبي، نحن مكتبنا الرئيسي في دبي كمجموعة كارتكاز. وعندنا في أبوظبي شركة تنسيق اللي هي للحفلات والمناسبات والأفراح. عندنا شركة في العين كمان تعنى بالفعاليات والمعارض اسمها الأندلسية. وعندنا في دبي أكيد نحن عندنا المكتب، في عندنا MTS شركة تعنى بالخدمات المحاسبية الضريبية للشركات للمؤسسات وللأفراد. كل شيء بالضريبة. زائد إلى هذا نحن مدير شركة جولدن برانش اللي هي تختص بإدارة الفنادق والمطاعم. كل شيء نحن عندنا حلول إدارية وتطوير أعمال، كل شيء استشارات. يعني أي شيء في مجال الاستشارات وتطوير الأعمال التجارية ممكن ألاقي موجود في المجموعة. أكيد نحن عندنا كذا خدمات عم نحكي هلا عن خدمات الشركات اللي هي فعالة. إلنا تنسيق، إلنا أندلسي، إلنا MTS، إلنا جولدن برانش. نحن كأركيتكاز هي بتدير هذه الشركات. ففي كل وحدة لها مجال يعني. نحن اليوم إذا بنحكي عن تنسيق هي بتغطي أبو ظبي والإمارات بمناسبات أو بالحفلات والحفلات الحكومية والغير حكومية للأفراد للمقيم. عندنا كل ما يحتاجه الـ 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 العميل. العميل. فنفس الشيء نحن كMTS كمان بكل الامارات نحن موجودين ومنتظرين مختلف الامارات. اكيد عندنا من جميع بعد ما طلع القانون الضريبي صرنا نطبق كمان نفس الشيء عندنا بالمطاعم. ونفس الشيء بالاندلسيه يعني في العين. بس نحن عاملين كارتكاز بتدير هذه الشركات اداريا وماليا. دكتور محمد، قصة الكفاح في طفولتك قصة ملهمة الحقيقة لكثير من مشاهدينا والكثير من الشباب. تحدثنا أيضا عن المجموعة وعن الخدمات اللي بتقدمها المجموعة، لكن خلينا نتحدث في ظل المنافسة اليوم على المجموعة أو على الشركات. أنت تميز بعدة مزايا حتى تتمكن من النجاح أو الاستمرار في نجاحها. حدثنا عن مختلف المزايا اللي بتتمتع فيها المجموعة. أكيد نحن عم تحكي كمجموعة كارتكاز كاستشارات وتدريب وإدارة مشاريع. أكيد نحن عندنا خدمات المدير المرحلي اللي هو نحن بنقدم خدمات لمؤسسات الصغرى والوسطى والكبرى. عندك بمجالات الصناعة التجارة والخدمات. فنحن ارتكاز تملك هدول الشركات اللي هن اللي ذكرناهم سابقا هن التنسيق والأندلسية والMTS. فنحن يجب ان ندير شركاتنا نفس ما ندير شركات الاخرين. صح. الشركات والجهات الاخرين
يجب أن نكون نحن ناجحين بإدارتنا، ناجحين بخدماتنا اللي بنعطيها، وبفضل الله سبحانه وتعالى قدرنا نوصل الاستقرار التنظيمي بهذا الموضوع. فنحن خدمات المدير المرحلي اللي هو بناخذ المشروع من الفكرة للإدارة. فنحن نكون نيابة عن المستثمر أو الشركة اللي هنا بده يكون بتفويض أكيد خاص. وعندنا خدمة كتير يعني ما بعتبرها جديدة، بس هي نبعت من فكرة الدراسة وحاجة السوق لهي الدراسة، اللي هي تعنى بخدمة مدير سميتها الظل أنا، الشخص اللي هو بنقدر نساعده لأخذ. وهي خدمة جديدة موجودة في الشركات مزبوط؟ يعني أعتقد في جديدة حتى يعني كل الناس بتعتمدها كاستشارات عامة موجودة، بس انت تكوني بمعنى الظل موجودة بالمعنى الشامل اللي الشامل لها، انت عم تكوني معاه من اي مشكلة عم تأمني له حلول لحتى يتطور ويتسلق السلم الوظيفي. اللي انا كنت اثناء ما كنت شاب انا كنت بحاجة لها، اثناء ما كنت بداية حياتي المهنية فاحتفظت بالفكرة لحتى اسست الشركة اللي انا بدك اياها. نعم. وهذه بتساعد المواطن والمقيم حتى يعني اكيد بتساعد حتى المواطن ليكون عنده خبرات خبراتنا نحن بنعطيه اياها، بنحاول نساعده لحتى يوصل هو لاخذ القرار السليم بالتوقيت السليم، يوصل للمكان اللي هو أكيد بتمنى يوصل له، حتى يكون علاقة تكاملية ما بين المدير والموظف، ويكون عنده يعني عنده احساس بالتطور ونطور نحن، وهو بياخذ القرار نحن بس بنأمن له الحلول. لربما بتواجهنا بعض الامور انه هو عنده المشكله منه، لكن بيقول بيعتقد انه هي من مديره، بس ممكن يكون مش عم يقدر يحول السلبي ايجابي او ما عم يقدر. نحن بنساعده بكل هذه الجوانب. لربما يكون عنده مشكله في بيته نقلها للعمل، عكست عليه للعمل، فنحن بنساعده بكل هذه التفاصيل. تتاكدوا لحتى توصلوا الى جانب دراسه الجدوى، دراسه المشروع، دراسه الفكره، حتى يتجنب الخسائر قبل ما يبتدي المشروع. يعني بيكون في دراسة مبرمجة لهذا المشروع اللي بتشمل الدراسة كافة الخيارات الموجودة وكافة الأسباب، أكيد مكان المشروع، توقيت المشروع، تمويله، كل تفاصيل هذه للتأسيس. إنما للمتعثر أو اللي عنده مشاكل إدارية وشركه ما عم تنتج، كمان نحن عندنا خدمات تطور شركته حتى ما يروح للإغفال أو للتعثر المالي. لربما عنده خلل إداري نحن كمان بتقدموا له حلول إدارية تساعده. نعم، أكيد حلول إدارية حتى تساعده لأخذ القرار والعمل بشكل تنظيمي يوصل للهدف اللي هو بده إياه ويحققه من مشروعه بسلاسة أكثر. دكتور محمد، في سوق مزدحم اليوم قدرت انك تصير جميع خبراتك في العمل التجاري اللي انت اسسته اليوم. في هذا العمل ما هي البصمه اللي بتتامل انه انت تتركها في هذا السوق؟ اكيد كعمل نحن عندنا عمل خدماتي مهني مختلف، يعني اكيد هذه الخدمات السوق مزدحم وسوق يعني منظم لحد ما، لكن في منافسة عالية جدا لأنه كون دولة الإمارات العربية المتحدة عم تحكي أنت ب 200 جنسية، عم تحكي ب 200 عقلية مختلفة موجودة بالبلد، عندك خدمات مختلفة بهذا البلد، أكيد عندك منافسة. فهذه المنافسة تحتاج لبعض الخدمات اللي هي يحتاجها المواطن، اللي هي هو فعلا بحاجة إلها. اللغة موحدة، فنحن خدماتنا
قريب كتير للمواطن وقريب كتير للمقيم. يعني نحن بنعطي خدماتنا سواء التجارية أو الخدماتية أو المهنية أوكي لجميع الفئات، ومن جد وجد يعني بالنهاية إذا أنت جديتي منافسة أكيد منافسة شريفة منافسة كل إنسان، هذه بالعكس المنافسة والتنافس على الأفضل. صح. هذا اللي دولة الإمارات العربية المتحدة اللي هي على طول حطيته على تنافس، تلاحظي كل يوم في شيء جديد، كل يوم في تطور، كل يوم عندك فرص جديدة، كل يوم تكون بشارع بتطلع بشارع تاني. صح. فهذا الشيء التكامل بيكمل بعضه، يعني حتى الشركات الموجودة بالسوق العمل أوكي حد ما منظمة نظرا إذا تنظري بدول دول أخرى. دولة الإمارات وصلت للتنظيم، يعني تنظيم ما في شيء كامل كما لله سبحانه وتعالى. صح. بس وصلت للتنظيم المرجو يعني اللي هو تحتاجه أي دولة كبنية تحتية كفرص الناس للجميع المجتمع سواء مواطن ولا مقيم. بالحديث عن دولة الإمارات والاقتصاد في دولة الإمارات، خلينا ناخذ نظرة مقربة على الإكسبو 2020 كنظرة خبير اقتصادي عنده خبرة في المجالات اللي ذكرناها. نعم، لأول مرة دولة عربية الإكسبو 2020 بيكون بدولة الإمارات العربية المتحدة. واختيار دولة الإمارات العربية المتحدة ومش عن عبث أو عن لا، تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة بنية تحتية هائلة، مقومات كدولة اقتصادية تعتبر هي من الدول اللي دول يعني مراكز التسوق. يعني عم تحكي أنت اليوم، أنا من خلال خبرتي بأفريقيا جلب 22 دولة بأفريقيا درست فيها اقتصادها، فمر عندي تقرير بحب أذكره من وزارة التجارة دبي، التبادل التجاري مع دولة واحدة عندك تبادل تجاري، هذا بيعكس صورة قديش دبي هي مركز اقتصادي وتجاري لأفريقيا والدول العربية. يعني اليوم إذا عم نحكي كعالميا الصين، إذا عم تحكي إقليميا وإقليميا وعربيا عندك دبي، كل شيء كله بيجي على دبي حتى يتسوق كمركز تجاري. مش بس مركز تجاري، العالم صار فيها مراكز البحوث، عندك امور كثير. يعني اليوم اكسبو 2020 هو تتويج لدولة الامارات العربية انه عندها البنية التحتية، مش البنية التحتية اللي فينا نسميها وهمية، لا، بنية تحتية فعلية سواء من اتصال، سواء من كهرباء، من ماي، من كل دولة الإمارات تعتبر يعني من الدول العربية إذا ما كادت تكون الأولى يعني كبنية تحتية. بالتأكيد. فإكسبو 2020 حيكون كتير له لدبي للإمارات العربية المتحدة بشكل عام، حيكون له كتير ردة فعل جيدة وترتد على المجتمع ككل وتساهم بمستقبل الغد اللي بيطمح فيه القادة في دولة الإمارات العربية المتحدة. الحديث عن الغد والمستقبل، ماذا تحمل لنا الشركة أو مجموعة ارتكاز في جعبتها للمستقبل؟ ارتكاز كمجموعة هي تعنى بالاستشارات الإدارية للهدف طبعا المستثمر بشكل عام، أكيد على نطاق دولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية المجاورة، وعندنا
خلال زياراتي إلى أفريقيا كان هناك فرص للتبادل التجاري والاستثماري ما بين أفريقيا وبين دولة الإمارات العربية المتحدة سواء من الاستيراد أو التصدير. ولمست أنا في المعرض الأخير معرض الأفريقي المنتدى الأفريقي اللي كان في دبي اهتمام دولة الإمارات العربية بأفريقيا قسوء واعد ومستقبل اقتصادي. فأفريقيا تعني لها الإمارات دولة الإمارات العربية المتحدة الكثير. هذا ما لمسته أثناء زيارتي ودراستي في 70% من الدول التي زرتها في أفريقيا. ولاحظتها في السفر وفي التبادل التجاري في التقارير التجارية ما بين أفريقيا. فنحن هدفنا أكيد كدول عربية دولة الإمارات العربية دول العربية المجاورة وإلى دول الخليج ودول العربية وأفريقيا. اليوم في دولة الإمارات نتمتع بالعديد من الميزات، من أحد أهم هذه الميزات هي منظومة الأمن والأمان التي ننعم بها. خبرنا عن منظومة الأمن والأمان والأثر الذي تركته على عملك التجاري وكيف تطورت منه. الأمن والأمان رسالة الدكتوراه هي سياسة آمنة اقتصاد آمن. اقتصاد آمن سياسة آمنة. اليوم إذا عندك أنت سياسة اقتصاد آمن وسياسة آمنة هذا بعلي الإنتاجية صح، هناك فرص، لأنه الأمان هو نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. فالحمد لله في دولة الإمارات العربية المتحدة الأمان موجود بحكمة قادة الإمارات العربية بحكمة الوالد الشيخ زايد الله يرحمه طيب الله ثراه، و يعني دولة الإمارات العربية هي مثال للأمن والأمان. فهذا بيساهم بالعجلة الاقتصادية، تأمين الفرص، تشجيع الاستقرار، تشجيع الاستثمار، تبادل الخبرات العالمية. هذا يعني هذا الأمن هو كل شيء الأمن. أتوجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ زايد السلطان آل نهيان طيب الله ثراه رحمه الله على ما قدمه للأمة العربية والأمة الإسلامية من خير وعطاء، وعلى ما بذل من جهد في تحقيق التسامح والتقبل الآخر في العالم، وهذا ما تشهد له جميع المحافل الدولية في العالم، إنه والد للجميع. وفعلا هنا أود أن أقول كلمة: خير خلف لخير سلف. وكل عام وأنت بخير يا ربي وأبناء هذا الوطن بألف خير وصحة وسلامة. خلينا ننتقل للجانب الشخصي للدكتور. على طول طريقك أنا متأكدة كان في العديد من الأشخاص اللي قدموا المساعدة والعون، بتحب اليوم تستغل وجود شاشاتنا لتتقدم لهم بالشكر والتقدير؟ نعم، أكيد أتقدم بداية لوالدي ووالدتي رحمهم الله، الله يرحمهم، ولعائلتي جميعا. كما أود أن أشكر كل من ساعدني في مقتبل عمري في دولة الإمارات العربية المتحدة، سواء من مواطنين، وهناك كثر منهم
ولا أود أن أذكر شخص أن لا أنسى أحد. على ما على كل دعم دعموني إياه في مسيرتي العملية. Thank you.